لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ماذا اخذنا بالامس؟ نعم، اخذنا القسم الرابع وهو سبب كفر بني ادم. لماذا جاء المؤلف رحمه الله بهذا القسم؟ القسم هذا يحتوي على اربعه ابواب، لماذا جاء بهذا القسم؟ كأن السائل يسأل المؤلف رحمه الله تعالى، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده، صح؟ ما هي أسباب الكفر حتى نجتنبها؟ لماذا يقع الشرك والكفر في الأمة؟ قال الأسباب كثيرة، نعم كثيرة، لكن أخطر الأسباب الغلو في الصالحين، لأن هذا أول شرك حدث في الأرض، والغلو في قبور الصالحين الصيحة أوثان تعبد من دون الله كما حصل في قبر الله، وعبادة الله عند قبر رجل صالح، التغليظ الشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد؟ هذا من أخطر الأسباب. ثم جاء بالباب الرابع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذه الأسباب، لأنه أدى الأمانة عليه الصلاة والسلام ونسح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده. يقول ابن القيم رحمه الله: أبى بعض الناس إلا أن يرتكبوا ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه نبيه عليه الصلاة والسلام، ولهذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا هذه أخطر الأسباب، وذكرنا أن أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم أكون منهم عندهم وسطية في محبة الصالحين، لا إفراط ولا تفريط، والقبور الأصل تكون خارج البنية حتى لا تكون ذريعة للشرك، وتسوية القبور ولا قبرا مشرفا إلا سويت، تسوية القبور يكون أولا على السنة، وقلنا السنة في القبور أن يسنم القبر، يرتفع مقدار شبر ويسنم ويوضع عليه حجر أو حجرين، لا بناء ولا رخام ولا زرع ولا كتابة ولا غيره، حتى السور قلنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا يبنى سور حول القبور، إن اضطر الناس لحماية القبور من السحرة والمشعوذين والمشركين ماذا نصنع؟ نصنع سياج حديدي. وذكرنا أن الزيارات للقبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ من يعرف؟ ها الشيخ تعرف؟ نعم، الأول زيارة شرعية، والثاني بدعية، والثالث شركية. فالزيارة الشرعية لا يشد لها الرحل، وينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة، وينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات، فإنما دعاء الأموات من دون الله شركية، دعاء الله عند الأموات زيارة بدعية. وبعد هذا نعم، أي قسم؟ الرد على من يقول ودحف حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة في الجزيرة، نقول هذا الكلام لا نعرف ولا نعرف أن نرد عليه، وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم عند النصوص محكمة بينة واضحة في أن الشرك يقع في الجزيرة وغير الجزيرة من الكتاب والسنة وقول الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا أهل الردة في الجزيرة، الأئمة الأربع في المذاهب الأربعة يذكروا في مؤلفاتهم أشياء يكون بها الإنسان مرتد كافر كفر أكبر حتى ولو كان في الجزيرة، وما الفرق بين الجزيرة وغير الجزيرة؟ وهذا ما وقع في قلب الشيطان ولم يترك الإغواء، وأيس من الكل ولم يأس من البعض، أو أيس من المصلين والمصلي والموحد. طيب، وذكرنا أيضا الرد على من يقول بجواز دفن الصالحين في المساجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد، وعندما مات دفن في حجرة عائشة ولم يدفن في المسجد، وإدخال الحجرات لم يكن بإقرار من الصحابة، بل أنكر من بقي من الصحابة وأنكر من كان من التابعين، وحتى بعد الإدخال في زاوية منحرفة عن القبلة ولا ترى تربة القبر، صحيح؟ وهذا المسجد له مزية، لا تستطيع ترك الصلاة في المسجد النبوي، لكن تستطيع ترك الصلاة مثلا في المسجد الأموي، لأن يعتقدوا أن في المسجد الأموي قبر يحيى عليه الصلاة والسلام. أجمع أهل السنة والجماعة على أن للحسين رضي الله عنه كم رأس؟ يقول ليس أهل السنة فقط، أجمعت الأمة، صح؟ أن للحسين رأس واحد، لا رضي الله عنه، لكن الواقع اليوم للحسين كم رأس؟ أكثر من 5 رؤوس، رأس في الشام ورأس في مصر
ورأس في إيران ورأس في باكستان ورأس في العراق، كم رأس لرجل واحد؟ لا ندري. ثم حتى لو عرفنا، أصلاً يقول العلماء يقول لا يعلم قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، انتبه إلى هذا، غير هذا كذب وترويج وسياحة، لأن يعني بعض الدول اليوم من باب السياحة يقول عندنا 50 نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى يفتح باب السياحة. لا، عندنا لا يعلم قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا قبر النبي عليه الصلاة هو المعلوم، بقية القبور لا تعرف، لا أحد يعرف قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وكذب كل واحد في هذه الأيام يدعي، وكل يدعي وصلا لليلة وليلة ما تدين لهم بذلك زعموا. بعد هذا قلنا ذكر الأعمال الشيطانية، قبل هذا قلنا لا تجعلوا قبري عيدا. ماذا نصنع؟ تريد تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنت ومن بالشام إلا سواء، تسلم من أي مكان. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في المسائل أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال. من يقول هذا؟ إمام الدعوة اللي يقال عنه الوهابي. ماذا يقول في المسائل في كتاب التوحيد؟ يقول أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من تبعيه من أفضل الأعمال، لكن أي زيارة؟ الشرعية، لا يشد لها الرحم، ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخر، الدعاء له للأموال، لا يتقصد الدعاء هنا، لا تجعلوا قبري عيدا يعاد ويتكرر، وصلوا عليه. لماذا؟ من أي مكان يصل السلام عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام. لأن يعني بعض الناس هذا يذهب عندما يأتي الآن إلى العمرة أو إلى الحج، أهل البلد يقول سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ ورأيت رجل هنا في المسجد مع ورقة السلام عليك يا رسول الله من فلان عليه الصلاة والسلام، السلام من فلان من فلان من فلان، إشكال هذا؟ أنت سلم من أي مكان يصل السلام. قال يأتي عند فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى، غير هذا كذب، هذا اللي تسمعه في الانترنت وكذا، وأنا دخلت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت لي وصافحني النبي صلى الله عليه وسلم، كذب، والله كذب، افتراء. لا أحد يرى تربة القبر، بل لا أحد يرى السورة الثانية الآن بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم هذه الدولة التي قامت على التوحيد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت ولاة أمر هذه البلاد يا رب.